الست دي كانت عايزة تعمل تجميل للغلوغها، لكن الدكتور كان عنده رأي آخر. كان عايز يعمل ليها تجميل كلها ويستغلها في تشهيره كدكتور تجميل. ومن لما صحيت من التخدير كانت عاملة قناع وحاولت تمشي بس منعها عشان هي من إبداعه هو وتبقى بتاعه، وقامت برمي مسحوق حرق لوشه وهربت. ولما أزاحت القناع من على وشها انصدمت من جمالها، وصاروا يصوروها الصحفيين وينبهروا بها. لكن فجأة بدأ وجهها ينزف دم ويتقشر، وعلى الرغم من معاناتها كانت ناس مش مهتمة غير بوشها. تنتهي القصة بعبرة مؤثرة عن القبول الذاتي وأهمية النظر إلى الجمال الحقيقي للأشخاص بغض النظر عن تشوهاتهم الظاهرة.